السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وحده ضاربه اطرو ديال الروج مع باكيه ديال ماربورو وكاتبه في الفيسبوك مجتمع ذكوري متوحش. ياك يا بنيتي ياك، ايوا انت راه خاصك عام وسطاج وتولي عبد اللطيف. احنا المغاربه ما عندنا الزهر في حاجه، وما عندنا الزهر في الحرب هي الاخرى. وعباد الله، الناس محاربه مع دول عظمى، دول كبيره، دول عندها شان، وحنا محاربين مع مخيم صيفي. السلام عليكم. في الجابون ملي كيبغيو يتزوجوا كيجيبوا تقرير طبي بانهم ما كيعانيوا حتى من ازمه نفسيه وانهم في كامل قواهم العقليه. وفي المغرب كيقول لك زوجوه باش يدير عقله، وفهمت ستار. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. اليوم عرفت راسي تعلمت الفرنسي وليت كنطير فيها. الوالد ديالي سميتو بوجمعه، ملي ترجمتها لقيتها هي لو بير دو فوندرودي. حتى القرايه خرجت ليا من الودنين. السلام عليكم ورحمه الله. بغيت نسول البنات واحد السؤال. هذاك اللي فرض عليك تلبسي الحجاب باقي معاك ولا مشاين نسور الدعوه في جهه اخرى؟ ما كيحشمش. السلام عليكم ورحمه الله. اجمل ما قيل في الحب هو انه قال ليها ساحرق العالم من اجلك، وانا كنعرفو كازيرتي كيبردو جوج كيسان. الله يمسخك يا وليدي على هذا الكذوب اللي فيك. السلام عليكم ورحمه الله. اثبتت الدراسات ان 40,000 حاله زواج عن طريق النت في اسبانيا، وفي امريكا 100,000 حاله زواج عن طريق النت، وحنا في المغرب كاتبة ممنوع الخاص على الرجال. يوم اللي توصل 40 عام تزوجي خالتك. السلام عليكم ورحمة الله. بكري كان صداق داير جوج دجاجات والفاتحة والنية، كتجيب المرأة كتولد لك ربعة ديال البنات وربعة ديال الدراري، والدراري رجالة والبنات بنات. دابا الصداق داير ربعة المليون وبارتمان، كتجيب المرأة كتولد لك جوج دراري، ومع الوقت واحد فيهم كيولي بنت. الله يستر صاحبي. السلام عليكم. مغربي كيدلع مرتو، قال لها انت هي السكايكرا ديالي، شافت فيه بحال هكا لقاتو خايب، قالت لي انت هو القالب اللي تحشالي. السلام عليكم. بغيت نقول للبنات واحد القضيه، كتشري عكر ب 500 درهم باش تبوسي به واحد كيدير الكاله. اكبر تقوليمه في التاريخ. هي البنت كتشري عكر غالي ب 50 اورو بالاورو، 50 اورو يعني 10,000 ريال، وكتبوسي به واحد كيدير الكاله. ما كتمرقيش.